السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. معانا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة، هنشرح طريقة عمل النجمة الرباعية زي ما حضراتكم شايفين. تابعوا معانا. حضراتكم شايفين دي النجمة الرباعية، طريقة التنفيذ ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين، هنجيب ورقة حضراتكم، ورقة 30 سنتي في 30 سنتي. ونعمل مربعات دي 10 سنتي في 10 سنتي، مربع 10 سنتي في 10 سنتي، وهنا مربع 10 سنتي في 10 سنتي، وهنا مربع 10 سنتي في 10 سنتي، وهنا مربع 10 سنتي، وهكذا كل المربعات دي 10 سنتي في 10 سنتي. بعد كده نيجي في النص دوت، هناخد خط في النص هنا زي ما انتم شايفين كده، المربع اللي في النص دوت هناخد كده خط، والمربع الناحيه هناخد بيه خط كده زي ما انتم شايفين، والخط الناحيه الثانيه كده زي ما انتم شايفين، والخط ده زي ما انتم شايفين كده في المربع دوت. هنقص ده كده زي ما حضراتكم شايفين كده، كل ده هيتقص. دي الاسطمبه اللي انا عايزها زي ما حضراتكم شايفين، قصتها وفرغتها اداني الشكل النهائي ده. تابع معانا طريقه التنفيذ خطوه بخطوه. Thank you.
زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي ديكور 3D ثلاثي الابعاد النجم الرباعي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش نعمل لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله.